السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من صناعة السلام. جدل الإعلام ودوره في صناعة الأزمات لا يتوقف، لكنه يؤكد الوضع الخاص للإعلام في عالم اليوم والتأثير والتأثر بأزماته. وليس جديدا الحديث في هذا الصدد عن دور الإعلام في صناعة السلام رغم ندرة الحديث الجاد في كثير من الأحيان. في فلك الإعلام والأزمات وصناعة السلام تدور حلقتنا اليوم، وضيفنا دكتور متخصص في ذات الشأن وصاحب عدد من المؤلفات المهمة، وأهمها بشأن حلقتنا سيطرة الإعلام على الأزمات أو في الأزمات. أهلا وسهلا بالدكتور ضيف الله آل حوفان في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ إبراهيم، أحييك وأتشرف أن أكون ضيفا في هذا البرنامج الجميل الذي يسعى إلى السلام، وبإذن الله إلى السلام بإذن الله. أيضا ستكون معنا الدكتورة نبيلة الحكيمي للإطلالة على بعض زوايا هذه الحلقة وبعض قضاياها. دكتور، سنبدأ هذه الحلقة بعد فاصل قصير. مجددا اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه، واهلا وسهلا ايضا بضيفي في الاستوديو. دكتور، حلقتنا اليوم عن دور الاعلام في صناعه السلام، وهذا العنوان البارز والعريض تحتاجه اليمن وتحتاجه المنطقه ويحتاجه العالم، لكننا اليوم في الشان اليمني، فاهلا وسهلا بك واهلا يعني في هذا الموضوع الذي نامل ان يكون مفيدا لكل المشاهدين. دكتور، في البداية وكمدخل لهذه الحلقة، ما هي الأسس النظرية للإعلام صانع السلام؟ نعم، في البداية ما دام الأمر يتعلق بالسلام، هنا نشير أن الإعلام هو طرف في هذا السلام، إما أن يكون إيجابيا وإما أن يكون سلبيا. إيجابيا حين يكون ضد التطرف والإرهابي وكذلك الخطابات التحريضية والفوضوية والطائفية والشائعات. الإعلام شريك في صنع السلام بكل وسائله، وهو أمام تحديات كبيرة في ظل عصر الإعلام الحديث، تويتر، الفيسبوك، اليوتيوب، كل هؤلاء يتنافسون على استقطاب أكثر قاعدة جماهيرية. هنا يتحتم على الإعلام أن يكون منافسا قويا وإيجابيا. جميل. إذن الإعلام أيضا من ضمن القضايا المهمة التي يركز عليها أساتذة الإعلام في الجامعات خلال إعداد طلابهم، ذلك الدور التنموي للإعلام، كيف يكون رافدا للمجتمع في صناعة النجاحات وفي صناعة التنمية. فهذه زاوية أيضا جد مهمة، لا أدري إن كانت مطروقة في هذه الفترة خلال هذه السنوات التي تعج بالأزمات والصراعات. نعم، عندما يكون الإعلام إيجابيا ثق تماما أن لن يكون هناك أي فجوات أو أي مجال لنشر الشائعات، ولكن ما يحدث هو العكس. عندما يتقهقر الإعلام وتضعف وسائله وقنواته، يظهر منصات إعلامية مشبوهة. مثلا عند تغطية لحدث ما، لا تجد ذات الإعلام يقف بحيادية ينقل الصورة الحقيقية، وبعيدا عن التضليل والتعتيم، بعيدا عن التهويل والتهوين. فسبب نشأة منصات إعلامية في هذا الفضاء الرحب هو تراجع الإعلام الحقيقي عن تأدية دوره الواجب عليه أن يفعله في المجتمع وينقل الصورة الحقيقية. ما هي الأجندات التي تجعل الإعلام سواء كانت أجندات سياسية أو أجندات أخرى التي تجعل الإعلام يتجه ويتوه في ظل الصراعات
ويدخل أحيانا مؤججا لصراعات إثنية طائفية عرقية غيرها من الأزمات التي تصنع خلال هذه الفترة، وربما أيضا مدفوعة من قوى خفية تريد أن يعني أو يستهويها الصراعات في المنطقة لأهداف وأغراض عديدة. نعم، هناك إشكالية في أغلب المنصات الإعلامية. نعم، كل همها استقطاب أكثر عدد من الجمهور مهما كلفت تلك البضاعة. ثانيا، أنا كرأي عام كمتلقي، حدثت حادثة أو قضية أو أزمة، ماذا أريد؟ أريد أن أعرف ماذا حدث. فعندما لا تأتي هذه القنوات الرسمية، أتكلم عن القنوات الوطنية، نعم، الحكومية أو الخاصة، لا تعطيني الإجابة الحقيقية، فسأضطر إلى البحث عنها في مكان آخر، وهنا يقع المصداقية الاتصالية. هل هناك فروق ما بين الأدوات الإعلامية والوسائل الإعلامية حديثها وقديمها؟ بمعنى هل التأثير متزايد لصالح القديم أم الحديث؟ وربما الحديث هنا، الحديث نتكلم عن منصات التواصل الاجتماعي التي ربما استنزفت الآن جمهورا كبيرا أو أخذت بلب الكثيرين في عالمنا. التنافس الآن في العصر الحديث أصبح أقسى من السابق. في السابق لم يكن هناك تويتر، يوتيوب، الفيسبوك، وهذه الشبكات التواصل الاجتماعي لم تكن، كانوا هناك تلفاز وإذاعة والصحف الورقية. الآن تغير الوضع، أصبح التنافس شرس. نعم، إن لم تأتي أنت بالخبر سيسبقك الآخرون، لصالح المواطن أم والمجتمعات أم ضد. للأسف لا يهم هذه المنصات الإعلامية المصداقية، ما يهمها كثيرا ويهم تسويق بضاعتها فقط واستقطاب أكثر عدد ممكن من الجمهور. والدليل أنك تجد، وهذا من سلبيات الإعلام أو المنصات الإعلامية، أنها تناقش أمور لا فائدة منها. نعم، إما أنها تنشر وتضخ معلومات عن خبر أو معلومة لا تفيد المجتمعات أو وليست ذات بال، وليست ذات أهمية. لذلك دائما تجد، وهذا من التضليل الإعلامي، التضليل الإعلامي أنواع، وهذا من أحد أنواع التضليل الإعلامي، تشتت، أن تشتت الرأي العام أو الرأي الجمهوري بأشياء ثانوية لكي ينشغل عنها بأشيائه الأساسية. نعم، كشعوب كمجتمعات هي تبحث عن الأمان، تبحث عن الاستقرار. نعم، الإعلام يمد جسور إلى السلام عندما يكون يقظا، يكون واضحا، يكون شفافا وحياديا، بعيدا عن إثارة المشكلات الطائفية المناطقية، عندما يكون محايدا، عندما يكون الإعلام محايدا وشفافا واضحا، ثق تماما أن الشائعات ستلغى. محايدا هذه بقدر وبنسبة، باعتباره نسبة وتناسب. نعم. إذن هذا الإعلام في واقعنا اليوم، ونحن اليوم برنامج يعنى بصناعة السلام في اليمن، وفي واقع لدينا صراع وحرب مستعرة منذ 5 سنوات، هل الإعلام غطى الأدوار التنموية أو جزء منها؟ هل أعاد أو ساهم في بقاء المواطن على حافة الأمل، على مسار الأمل، على درب الأمل، أم أنه ضخم المشكلات والصراعات والحروب ومفاعيلها؟ نعم، هناك الإعلام وهناك إعلام مضاد. عندما يكون الإعلام الوطني الذي يسعى إلى السلام وصنع السلام أحاديا، وهناك منصات أخرى مضادة له، سوف يكون عديم الفائدة. نعم، إن أردت أن تزرع الأمل، الأمل شيء جميل، ولكن الأمل يجب أن يلمس،
كيف يلمس؟ يلمس على أرض الواقع. أنت لو تركت الأمل هكذا على مصراعيه فهو رحب كالحلم، الحلم لا يحقق. نعم. لذلك يجب على الإعلام أن يكون منافسا قويا للمنصات الأخرى، لا أن يلغيها. هنا أيضا إشكالية في الإعلام، أن يلغي الطرف الآخر. ما ذلك إلغاء للحرية وإلغاء للحرية وقيم كثيرة وقيم، وأيضا أنت بذلك تشعر الآخرين أنك أحادي، القرارات الأحادية لا تأخذ نصيبة من النجاح حتى لدى المواطن والمجتمع. الجميع. نعم. لو انطلقنا في محور آخر من محاور حلقتنا اليوم وتكلمنا عن الأزمات وتأثيرها في الإعلام وتأثرها بالإعلام، يعني من منظور علمي، كيف تجد تأثر الإعلام بالأزمة لدينا في اليمن، وأنت ربما متابع يعني لكثير من التفاصيل خلال الفترة الماضية وخلال السنوات الماضية، هل تأثر الإعلام سلبا أم إيجابا بالصراع، وهل أثر سلبا أو إيجابا في الصراع؟ نعم. ونحن الآن نتحدث عن ميكروسكوب على الحدث، عين فاحصة على ما يجري في أرض الميدان في كل المحافظات اليمنية. نعم. في البداية الإعلام لا يصنع الأزمات، لكنه يصبح جزءا منها عندما يتفاعل معها إما إيجابيا أو سلبيا. لذلك الأزمة كعلم تصنع في غرف مغلقة، ومن ثم تسلم إلى الأرض الخصبة. الأرض الخصبة هي الإعلام. هذا الإعلام إما أن يكبح هذه الأزمة أو يزيد اشتعالها كصب الزيت على نعم. النار. هناك نموذجين للأزمة وللإعلام. نعم. النموذج الإيجابي حدث في نيوزيلندا، القضية التي حدثت، تلك الجريمة الإرهابية البشعة العنصرية في مسجد النور. نعم. انظر إلى نيوزيلندا كيف تعاملت مع هذا الأمر. هذه الأزمة أنا أعتبرها من أنجح إدارة الأزمات في عام 2019. نعم. رئيسة الحكومة، الأمن، الشعب النيوزيلندي والإعلام، عندما تلتقي القوى يصنعون نجاح. حتى طريقة مخاطبتهم لأهل الضحايا، نحن نشارككم مصابكم، كلمة نحن تختلف عن أنا. نحن ونذرف الدمع من أجل الضحايا. نحن هذا يعني أن هناك فريق متكامل يقوم بإدارة الأزمة، وانتهت الأزمة فعلا. هناك الإعلام في الأزمات السلبي حدث في عام 1939 في ألمانيا. هذه قناة أو حدثت اسمها غلايفتس. هذا هتلر عندما أراد أن يغزو بولندا افتعل أزمة وأشعل الإعلام عليها، بأن ذهب شخصين أو أكثر إلى هذه القناة، قاموا ببث مقطع تحريضي عن ألمانيا يرتدون لبس الجيش البولندي. أتى الإعلام وجير هذا الأمر أنه انتهاك لألمانيا، وأحضر أيضا سجناء من برلين، قام ألبسهم الزي الجيش بولندا وأتى بالإعلام. انظروا، هذا غزو لألمانيا، فقام فعلا بغزو ألمانيا. هذه من نوع من أنواع غزو بولندا. بولندا أزمة نعم. مفتعلة. نعم. انظر إلى هذا الإعلام الإيجابي وهذا الإعلام السلبي، وهنا سير الإعلام تسيرا لصالح الأزمة ولصالح أهداف الأزمة. لأهداف نعم. لأهداف الأزمة. نعم. في الشأن اليمني لو عدنا وقلنا بأن الحوثيون أيضا ركزوا وهم طرف أساس، وهم طرف المشكلة الأساس، وهم للأسف الشديد من انقلب على الدولة وتمردوا على رئاسة الجمهورية وعلى الحق الشرعي للشعب اليمني. هؤلاء
أيضا اعتمدوا سياسة إعلامية مكثفة لتغطية جريمتهم، وأيضا للذهاب بعيدا في إحراق يعني نستطيع نقول كل أوراق كانت بيد الشعب اليمني من أجل السلام والتنمية. نعم، هذا ما ذكرته سابقا، عندما يضعف الإعلام الحقيقي الوازن المتوازن المعتدل تظهر منصات إعلامية مشبوهة المضادة. انظر حتى إلى الفيديوهات التي يصورونها، انظر إلى تضخيم المعلومات والأحداث وحدث وحدث، وتكتشف نهاية الأمر أنها أكذوبة. كل هذا التضليل الإعلامي والتعتيم تعتيم جرى تعتيم شديد في نعم جرى تعتيم. الذي حدث أنهم لا يذكرون العدد الحقيقي من الضحايا أو خسائرهم على سبيل المثال، على سبيل المثال، أو التهويل، أسرنا وحدث قصص تختلق ويتم بثها في شبكات التواصل الاجتماعي. هنا دور الإعلام كما قلت المعتدل، عندما يوضح للجمهور، ينقل لهم الحدث كما هو بلا تهوين ولا تهويل، ثق تماما أن هذه القنوات ستتقهقر وتضعف وتنتهي. ولكن ما دام أن هناك تعتيم إعلامي عن حدث معين، مثلا حدث في منطقة ما، الإعلام الحكومي أو الخاص أو الإعلام المعتدل لم ينشر الحدث، سيأخذ المواطنون الحدث من مصادر مشبوهة أو غير، المجتمعات عاطفية وتبحث عن وتصدق أيضا، فوجدت هذه القنوات المشبوهة. ولذلك ما يحدث في اليمن تقريبا مبالغ فيه حتى في الإعلام، يعني هناك أشخاص يذهبون إلى اليمن ويأتون، الأمر جميل جيد. إذن ماذا يحدث؟ هناك تضخيم إعلامي لما يحدث، الحوثيين استغلوا هذه النقطة. هل هناك آثار على المجتمع كمجتمع، على نفسياته، على تفكيره، على قراراته، على يعني سياساته الفردية كمجتمع كمواطنين؟ نعم، دائما الخبر عندما يكون على شكل كتابي يختلف عن الصورة. لاحظ دائما الحوثيين يستغلون استراتيجية الصورة، لأن لها أثر نفسي أكثر من الخبر المكتوب. هذه استراتيجية في الإعلام ذكية جدا ومؤثرة. من أين أتى بها الحوثيون؟ هناك أعتقد أن هناك من مدهم بهذه الاستراتيجيات، ثقفهم على الإعلام، أخبرهم عن مكمن القوة والضعف في الإعلام. جاءوا من جبال في صعدة، أن لهم هذه الاستراتيجيات. هنا لابد أن تبحث عن أذرع أو أشخاص متواجدين في اليمن ولكن لا يرون، منغمسين في المجتمع الحوثي، أشخاص ليسوا يمنيين. أنا هذا ما أعتقده، لأن ما يحدث من الحوثي، طبعا نحن لا نستهين بالخصم مهما كان، ولكن ما يحدث أمر فوق قدراته، فوق القدرة العلمية، فوق القدرة العقلية. عندما تقيس الإنسان بالبيئة تعرف مدى ثقافته. ما حدث يظهر لنا ويؤكد أيضا أن الحوثيين ما هم إلا أداة. أداة؟ نعم. تم تدريبها جيدا على المدى الطويل، وهؤلاء لعشرات السنين، لعشرات من 20 عاما أكثر. وأيضا استغلوا الإعلام كما تستغل الدول المتحضرة. إذن تلك الأصابع والأنامل موجودة في اليمن الآن، ليسوا يمنيين، تبحث عن أطراف أخرى. وكثير من وسائل الإعلام أشارت بصريح العبارة، وحتى مسؤولين يمنيين كبار كرئيس الجمهورية، الإشارات تتوارد بشكل مكثف عن دور إيراني
في تدريب هذه العناصر الخارجة عن الشرعية. وللأسف الشديد هذه إحدى الاستراتيجيات المهمة التي اتبعوها، وهو تدريب كوادر هذه الميليشيات على استراتيجيات الإعلام، استراتيجيات العسكرية، استراتيجيات أمنية متعددة. تدربوا النخبة من الحوثيين، أما الحوثيون الذين قدموا من صعدف فهم أقل شأنا، لكن هناك نخبة تدربت في إيران وفي الضاحية الجنوبية، وهذا أمر يعرفه اليمنيون. عذر على المقاطعة، عينوا سفير لهم مؤخرة. على ماذا يدل؟ مخالفين لكل العالم، ولن يرضوا إلا أن ترضى إيران. إذن عندما تريد أن تعالج أمرا ما عليك بالرأس، دع الأذرع، دع البطن، دع الذيل، هذه أدوات سرعان ما تنتهي. وهذا ما يحدث في اليمن. نعم. وهذا ما أكسب اليمن تعقيد في الأزمة. كيف انعكس هذا على تعقيدات الأزمة؟ قبل ذلك يجب أن نعرف نوع الأزمة. نحن نعم. في الأزمات يجب أن نحدد نوع الأزمة لكي نرى ما هي الاستراتيجية المناسبة لها. الأزمة اليمنية هي أزمة متعددة، ليست أزمة واحدة. في البداية كانت أزمة واحدة رئيسية. التعددية في أزمة اليمن تعدد الأطراف وتعدد الأهداف والمصالح. نعم. طول أمد الأزمة، طبعا أزمة اليمن توقفت في المرحلة الثالثة في مراحل. ما هي المراحل؟ المراحل هي مرحلة النشأة، مرحلة الاتساع، مرحلة النضج، مرحلة الاختفاء، مرحلة التلاشي. خمس مراحل. أزمة اليمن توقفت فترة زمنية طويلة في مرحلة النضج. سنوات. مرحلة النضج اكتمل نمو الأزمة. لذلك دائما ما تلاحظ أي حلول في الأزمة للمرحلة الثالثة لا تتم، لابد من دفع الأزمة للمرحلة الرابعة. أما حل في المرحلة الاختفاء ثم التلاشي تاليا. تصبح ذكرى قديمة، مثل أزمة صواريخ كوبا. أما محاولة حلها في ذروة نضجها لا يمكن. علميا لا يمكن حل أزمة اليمن في هذه المرحلة مهما حاولت. لذلك المبعوث الأممي يقول ويتفائل أن 2020 هو عام حل الأزمة اليمنية. لا أعتقد حل نهائي، لا أعتقد. أزمة اليمن أزمة حقيقية. هل لا تعتقد متتبعا خطوات المبعوثين الأممين؟ أنا متتبع للأزمة منذ بدايتها. فالعلم الأزمات أنت تتبع آثار الأزمة حتى تقف عند المرحلة التي توقفت. أنت مرحلة اليمن توقفت عند المرحلة الثالثة. لحل هذه الأزمة يجب دفعها للمرحلة الرابعة. لا يمكن أن تسقط جنينا في الشهر الخامس، سيخرج مشوها، يجب أن تدفعه للشهور المتقدمة. هذا أولا. ثانيا، الطريقة التي تدارب فيها أزمة اليمن غير علمية، ولا يمكن أن تصل تفضي إلى نتيجة. لماذا؟ لعدة أسباب نذكر منها الأسباب الرئيسية. هناك أطراف لا تريد أزمة اليمن أن تنتهي، سواء إقليمية، دولية، سياسية، دولية، اقتصادية أحيانا. لذلك عندما تريد أن تنهي أزمة يجب في البداية أن تعرف نوع الأزمة. أزمة اليمن أشبهها بعقدة الحبل. حبل فيه أكثر من عقدة، كيف تريد أن تفك هذه العقد؟ بالتدريج، عقدة فعقدة فعقدة فعقدة، أو أن تفعل أمر آخر ألا وهو ضرب الأزمة ذاتيا أو تفجير الأزمة ذاتيا. تفجير الأزمة هذه طريقة تصنع لحل الأزمات، بأن تفكك هذه الأزمة بحيث تظهر لك الأطراف والحلول والأهداف على إثر ذلك، وتضرب في صميم الأزمة وفي مسبباتها الأصلية. نعم. أما الطريقة التي تحدث الآن
لن يتم حل أزمة اليمن عام 2020 وليست علمية أبدا. إذن دكتور في هذه النقطة وعند هذه الزاوية أتوقف وأذهب لأرحب بالدكتورة نبيلة الحكيمي. أهلا وسهلا بك دكتورة. الدكتورة نبيلة الحكيمي الصحفية وأيضا الخبيرة القانونية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. تسمعينني؟ أي نعم أسمعك أخي. مرحبا دكتورة، تعقيبك على ما يجري في اليمن وتأثير الأزمة اليمنية على السلام وتأثير على الإعلام، معذرة، وتأثير الإعلام على الأزمة اليمنية. حقيقة الأمر أنا لم أسمع الحوار منذ البداية، ولكني سمعت الأخ ما قبلي الذي يتحدث عن الأزمة اليمنية ذات العقد الكبيرة والكثيرة جدا، وأنا أؤيده في هذه النظرة. الأزمة اليمنية تعدت مرحلة الأولى ومرحلتها الثانية والثالثة، وإذا ما نظرنا إليها كأزمة لها أسباب حتى نأتي إلى مرحلة الحل أو كيف نخطو خطوات إيجابية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، فلا بد علينا كسياسيين وكمحللين لواقع أصبح معقدا لأكثر من عقدة أن لا نتخطى العقد، بل كما قال أخونا أو أخينا أنه نزيل تلك العقد. إزالة تلك العقد هي ربما الحل الأفضل والأنجع لأي حل من أي حلول أخرى. نعم أتكلم. إذا ما نظرنا إلى تلك العقد لابد أن نحددها، ما هي تلك العقد؟ هل هي عقدة السلطة والحصول على الكرسي الحكم، أم دكتورة عقدة العدالة، أم عقدة الإعلام الآن الذي يعمل في أطر مختلفة وفي مطابخ مختلفة ولأطراف مختلفة؟ ما هي العقدة بالضبط؟ نعم. إذن لنتوجه إلى الإعلام وأتساءل عن الإعلام ودوره في صناعة الأزمة، حتى أذهب في تساؤل آخر عن دور الإعلام في صناعة السلام. الإعلام في اليمن، وأنت كثيرة القرب من الإعلام في اليمن، ما له وما عليه في هذه الأزمة؟ أين هو؟ هل هو مؤثر أم متأثر أم كليهما؟ وكيف أجج الحرب أو دعا للسلام؟ نعم أخي الكريم، الإعلام يلعب دور كبير جدا في نستطيع نقول أنه تصعيد المواقف الخلافية، وأيضا يزيد الطين بلة، بحيث أن المرحلة التي يجب أن يكون فيها محايدا أو داعيا لسلام أو داعيا على الأقل للتفاهم هو يخطو خطوات كبيرة جدا نحو انهيار المجتمع. نجد أنه المجتمع أمام أعيننا نجده أنه قيمه تنهار، ونجد أنه أصبحت حقوق الإنسان كلمات منسية ولا يتم الالتفاف لها لا من المجتمع ولا من ذوي الخصومات ولا أيضا من الإعلام نفسه. خطاب الكراهية الآن أصبح ينتشر بكثرة في الإعلام الحالي، خطاب الكراهية متواجد في كل مع كل الأطراف. نجد أن الإعلام لو فصلناه نجد أن الإعلام ليس بإعلام ممنهج ذو هدف سامي، إعلام خطاب يدعو إلى إعادة البنية، إعادة الدولة، إعادة الوطن، يدعو إلى السلام، ينشر المحبة، يتخطى الخطوات السلبية إلى خطوات أخرى إيجابية. فما الذي نفعله في هذا البرنامج؟ خطاب كراهية. السبب في ذلك أن الإعلام منقسم بحد ذاته. الإعلام هو إعلام أطراف، ليس إعلام مهنة ولا قيم ولا إنسانية، هو إعلام لأطراف متصارعة، كل له مطبخه وكل له أدواته الإعلامية التي تؤجج الصراع دكتورة أكثر انقساما. دكتورة، مع هذه النظرة القاسية تجاه الإعلام،
هل يتحمل الإعلام الوطني الذي يحمل هم الوطن وهم الشرعية وهم مؤسسات الدولة وهم استعادة الدولة ومؤسساتها وهيبتها، هل يتحمل كل هذه القسوة؟ هل يدعى الإعلام الوطني إلى الحياد في قضية رأس مالها أو المطلوب فيها رأس الشرعية ومؤسساتها والدولة وهيبتها؟ هذا المفترض. العقلاء ومن يريد دولة ومن يريد أن تكون هناك دولة ذات سيادة وتكون هناك دولة أيضا لها رأي ولها فكر ولها أيضا إدارة ثقافة وطنية تبني ولا تهدم، يجب أن يلتف حول هذا المنطق، منطق أن نكون دعاة وأصحاب رسالة سامية عن طريق الرسالة الإعلامية أو المواقف أو التحليلات أو أيضا حتى نقل الخبر بمصداقية وبحنكة إعلامية ومهنية عالية. هنا الدور الحقيقي للبناء، لأنه نعلم أن رسالة الإعلام ليست الرسالة السهلة، بل يجب أن تكون مع عودة الدولة ومع نشر السلام ومع التعافي ومع أن لا يكون هناك في شرخ مجتمعي أكثر انحدارا مما نحن نعانيه الآن. يجب أن يكون الإعلام هو الدور السلطة الرابعة كما يقال الحقيقية التي كلف بها أو ما يسمى بالمنهج الفكري المتواجد في رسائل الإعلام بشتى أنواعها، ولذلك يجب أن يكون في هناك تواجد حقيقي لإعلام حر مستقل، وهذا ما نبحث عنه نحن الآن. وفي هناك جهود من كثير من الإخوة الذين وجدوا أنه الآن الأرض اليمنية أصبحت لا تحتمل أكثر مما هو عليه من معاناة. الشعب يعني يجب أن يخرج من حالة اللا دولة إلى دولة. هناك كثير من الـ عدم العدالة، أو هناك كثير من الاستهتار بأرواح الناس، سواء عن طريق منعهم عن الغذاء أو الرواتب أو الصحة أو الطرقات أو الأمن أو أدنى متطلبات الحياة. إذا لم يكن هناك في عدالة وفي أمن وفي دولة ولا استقرار، ولا يزال النزاع ولا يزال حمل السلاح ولا يزال البندقية هي التي تحكم، هذه حرب تكون دكتورة. فلتكن الرسالة الإعلامية ولتكن التهدئة ولتكن يا دكتورة النقاشات حول السلام لنصل فعلا إلى أمن وسلام وعدالة. سؤال أخير دكتورة، هذه حرب سيقول لك البعض، ويقول لك يجب على الدولة أن تأخذ بوسائل الانتصار في الحرب على متمردين قاموا على لمحاولة هد أركان الدولة اليمنية، ويجب على الدولة أن تتبنى خطاب السلام وهي تتبناه من رئيس الجمهورية إلى أدنى مسؤول فيها، يدعو كل الميليشيات المتطرفة كل الميليشيات المتمردة إلى نبذ العنف، نبذ خطاب الكراهية، العودة عن التمرد، الرجوع وتسليم مؤسسات الدولة. هذا خطاب الدولة المسؤول الذي يعني تقتضيه المرحلة سيقول البعض. نعم ولا يمنع الإعلام وهو يؤدي رسالته التي يجب أن تكون أن يكون ناقلا أيضا للوقائع. نحن لا نقول أننا لسنا في حرب وأنه يجب أن نغرد فقط للسلام، بل نحن في حرب، ولكن هذه الحرب تحمل شطرين: شطر دفاعي أن ندافع عن هذا الوطن وتعود الدولة، وأن يكون في هناك مراكز إعلامية تابعة للجبهات أو ما يكون في الوطن أو ما يقام من حروب في الوطن بمصداقية وبدون أيضا ضجة وأكاذيب، دوما الحق ينتصر. ويكون هناك أيضا رسائل، لأنه يعني الآن ما يحدث ليس فقط فكا هذه قناة الدولة، هذه قناة الدولة،
هذه قناة الدولة اليمنية. أخي أنا أعرف أنكم اليمن. هذه قناة اليمن. دكتورة نبيلة، أنتم من عدن. نعم، هذه قناة الدولة وهذه قناة عدن الفضائية، وها هي تتواجد في ساحة صناعة السلام في برنامج مخصص لعرض كل الآراء باتجاه صناعة السلام. رائع جدا، وهذه خطوات جبارة تحسب لكم. هذه الخطوة هي الرائعة وهي الخطوات الجبارة، وأيضا يجب أن يستمع إليها هذا المنطق، وهذه الرسالة يجب أن تكون لدى كل الأطراف، ليست فقط أنتم أو الشرقية فقط. من يحب اليمن يجب أن يدعو إلى السلام، وأن يحل العلم والحقوق والعدالة والأمن بدل من السيف أو بدل من الرصاص. أشكرك، أشكرك جزيل الشكر، أشكرك جزيل الشكر دكتورة نبيلة الحكيمي من فريق نساء يمنيات من أجل السلام، كنت معي للإطلالة في هذه الحلقة على زوايا مختلفة من تأثر وتأثير الإعلام في الأزمة، وأيضا دوره وأدواره في صناعة السلام. أعود إليك دكتور ضيف الله في الاستوديو. دكتور ضيف الله، نحن مع ما ذكرت الدكتورة أن هناك لغة من التحريض، لغات كراهية تمتلئ بها وسائل إعلام، خصوصا تلك الوسائل التي تعادي فكرة الدولة، تعادي فكرة المؤسسية، تعادي فكرة الشرعية، تعادي فكرة حق الشعب وحقوق المواطنين. فما هو تفسيرك ربما لهذه الأصوات وانتشارها بشكل كبير كما ذكرت أنت في بداية الحلقة؟ نعم، أولا أحيي الدكتورة نبيلة على شجاعتها وعلى وضوحها. الحقيقة هي قالت الحقيقة كاملة، هكذا يكون منصات الإعلام، أن تظهر الجانب الجميل والجانب السلبي أيضا. الإعلام وحده لا يصنع السلام، هو ناقل، هو متفاعل، ولكن عندما يكون أحاديا وهناك منصات تحريضية لا تستطيع مع هذا الكم أن تنتصر. هنا التنافس يكون بالشفافية، الحيادية، نقل الحدث، قتل الشائعات، التعتيم، التضليل، الأخبار الزائفة، كل هذه الأشياء تولد مع الأزمات. أنت تقول التحريضية، المنصات الإعلامية هي من تنشر الخطابات التحريضية، الخطابات العنصرية، الخطابات حتى المعادية. لذلك دائما تجد أن هذه المنصات السلبية تضرب على وتر المجتمع، تحاول أن تخلق فجوات مناطقية، قبلية، طائفية، حتى مذهبية وعقائدية. صحيح. تضرب عليها. صحيح. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع الشعب اليمني، وأنا أقولها للأمانة، إذا اجتمع الشعب اليمني بكل أطيافه ثق تماما أن الأزمة ستنتهي. أما بالوضع الحالي حتى اتفاق الرياض، إذن الإرادة الوطنية واجتماعها واكتمالها على رأي سيذهب بنا إلى المرحلة الرابعة والخامسة، لن تجد لهؤلاء المغرضين المحرضين قيمة أصلا، سوف ينفون. اتفاق الرياض كان المفترض أن يتم، ولكن هناك أطراف خفية وغير خفية ضربت هذا الاتفاق ولا تزال مستمرة. لو ظل كما ذكرت قبل يومين في تويتر، لو ظل اتفاق الرياض كما هو دون حراك ودون تفعيل سينهار هذا الاتفاق. ولو ظلت الأزمة اليمنية بلا إدارة أزمات علمية ناجحة احترافية ستنهار اليمن أكثر. يتجه اليمن لانهيار حادث ولكن حاصل، ولكن ما أخشاه أن يتم في النهاية تقسيم اليمن. هذا الأمر سيتم عندما يتقاعس إن شاء الله، لا قدر الله. نحن لا نتمنى ذلك، ولكن الخطوات تشير إلى ذلك، لأن كل إصلاح، كل اتفاق، كل أمر إيجابي يحدث، هناك معاول هدم تهدم ما بنيت. فيجب أن يكون نافذا وحازما ومع إيقاف هذه المعاول وكسرها حتى لو اضطر الأمر. نعم، عندما الأزمة تزحف
خطوات الأزمة تزحف. إن لم تجد أمرا أو حدثا أو قرارا من صانع القرار يصد هذا الزحف ستتجاوز. لذلك دائما الأزمات، انظر إلى الأزمات، الأزمات فيها أمر ألا وهو المرحلة التي ذكرت لك، مرحلة الاتساع. ما حدث في لبنان اتسع إلى العراق مع أن الدولتين بعيدتين، ولكن عندما يعجز صانع القرار عن إحداث فارق حقيقي ويكون لديه سوء تقدير وتقييم للحدث، هذا ما يحدث. والإعلام عندما يدخل في خضم الأزمة يصبح جزءا منها، أما في البداية فهو ليس جزءا منها، ولكن عندما يكون متفاعلا معها فهو إما يكون إيجابي أو سلبي، ولكنه يصبح جزءا من الأزمة. لننطلق إلى نقطة على غاية من الأهمية، وهي كيف يتقوى ونقوي روح السلام داخل وسائل الإعلام، أو بمعنى آخر كيف يجب أن يظهر الإعلام، إعلام السلام، إعلام الدولة، إعلام الشرعية، إعلام المواطن، إعلام المجتمع بشكل أقوى ليصل إلى أكبر الجمهور ويساعد في حل حالات الأزمات وصناعة الأمل. سؤال جميل وجوهري. في البداية يجب أن يكون هناك مصداقية لدى هذه المنصة أو الإعلام، مصداقية نقل الخبر، الحيادية، الوضوح، الشفافية. هذه قيم الإعلام المعروفة. هذه قيم الإعلام، وأيضا عدم خرق ميثاق الشرف الإعلامي. المهاترات التي تحدث في الإعلام هذه لا تفيد القضية أصلا. نعم صحيح. بل تزيد اشتعالها. وكذلك مد جسور التواصل مع المجتمع الداخلي. عندما تحبب أخاك في جاره، هنا يحدث توأمة. الإعلام ينقل هذه الصورة الجميلة، ينقل الأحداث كما هي دون أن يضخم في الأحداث. حتى الانتصارات لا تضخم الانتصارات، لأن هناك قنوات أخرى مضادة ستكشف هذا الأمر، وعندما تسقط المصداقية الإعلامية لن تعود كالسابق. لذلك دائما تجد القنوات العالمية، وهناك من يقع في شرك، يعني قبل فترة هناك قناتين عالميتين وقع في فخ عدم المصداقية بنشر خبر ومن ثم قاموا بحذفه. يدل على ماذا؟ هناك ما يسمى بالسبق الصحفي، أن تأتي بخبر قبل الجميع، هذا خطأ. تأكد من المصدر، تأكد من صدق ومحتوى الخبر، فاضطروا إلى حذف الخبر. وهذا يؤثر على مصداقية المصداقية الاتصالية. كذلك يجب تكثيف البرامج التي تدعو للسلام. طبعا أنا لا أقول إن الإعلام المسؤول الأول والنهاية عن السلام، السياسيين فالعسكريين هؤلاء كلهم يكونون مع السلام. السلام هو مجموعة من الأطراف على هدف واحد، هذا المفترض الذي يحدث. لكن ما يحدث الآن هو خلاف لما نريد أو لمن يريد السلام. بالعود إلى اتفاق الرياض، اتفاق الرياض كان مركزا على الإعلام وخصه ببند وحث الجميع على إيقاف الهجمات الإعلامية. لاحظنا عدم التزام بهذا البند من أول يوم أشهر فيه الاتفاق. على ماذا يدل؟ ربما تأخر عرقلة بعض البنود التالية في الجانبين العسكري والأمني وفي السياسي أيضا، لكن هذا الخرق كان متقدما. لماذا؟ سابقا يعني في اعتقادي الإعلام سلاح ذو حدين. نعم. الآن أصبح حدا واحدا وقاطع. لذلك هم يستغلون السلطة الرابعة، يستغلون هذه القوة. الإعلام متى تجدر في أزمة يسقط حكومات. الإعلام يسقط حكومات. صحيح. انظر ماذا حدث في أمريكا، في فضيحة أمريكا التي حدثت التجسس، أجبرت الرئيس الأمريكي على الاستقالة. واشنطن بوست وكل الصحف ضخت
معلومات حقيقية. هو حاول أن يناور لكن لم ينجح، لا ينجح إلا المصداقية. والآن رئيس في المحك، وأيضا الرئيس في المحك. لذلك دائما دائما في الأزمات الإعلام هو السلطة القوية في الأزمات، لقوته ولمعرفة أطراف الأزمة بمدى تأثير الإعلام في الأزمات وكيف يسيطر على الأزمات. نعم، مثل هذه الحلقة ومثل هذا البرنامج، وهو سؤال أخير ربما في حلقتنا هذه، كيف يمكن أن نساهم في صناعة السلام؟ كيف نطور من أداءاتنا، أداءات الفضاء الإعلامي للاتجاه نحو هذه الزاوية وهي زاوية السلام والأمان والاستقرار؟ نعم، أتمنى لكم التوفيق في برنامجكم صناعة السلام، ونتمنى السلام للشعب اليمني ولكل الشعوب أيضا، فالشعوب دائما تسعى إلى السلام. تسليط الضوء على السلام يأتي من عدة جوانب: الأمن، الأمان، التقدم. ولا مانع من مناقشة بعض القضايا التي تمس الضمير الشعبوي. لا يجب أن نصور دائما الإيجابيات، لا، يجب أن نطرح السلبيات مع الحلول. عندما تطرح سلبية ضع الحل جاهزا لكي تطرحه، لأن المستمع المشاهد سيقول لك وما الحل، أنت تأتي بالحل. فأنت هنا تزرع الأمل، نعم، ويحصد الأمل بالعمل وليس بالقول. لذلك عليكم أنتم هنا في صناعة السلام أن تكونوا ناقلا حقيقيا للأحداث لكي تلغوا الشائعات، تلغوا دور تلك القنوات المغرضة، تصبح لا قيمة لها بالمصداقية، بالشفافية، بالحيادية، بضرب الخطابات التحريضية والتطرفية ولغة العنف ولغة الدم ولغة المناطقية والقبلية. الشعب اليمني بإمكانه لو التف، شعب فقط، طبعا أنا لا ألغي الحكومة، ولكن أقول كتكوين للشعب اليمني، حل هذه الأزمة ثق تماما في متناول يد الشعب، ونخبه السياسية. نعم، النخب السياسية هي أيضا المؤمنة بالشعب، المؤمنة بالشعب وبقضايا، المؤمنة بالسلام ومؤمنة بالوطنية. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور ضيف الله آل حوفان، كنت معي اليوم في حلقة مهمة عن دور الإعلام في صناعة السلام. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة من صناعة السلام، نحن كنا على قرب يعني فرسخ فقط من قضية ذات أهمية، فرسخ هذه مجازية، ولكننا كنا نناقش هذا الدور الجوهري الذي يجب علينا، يجب على زملائنا في الإعلام الرسمي، في الإعلام الخاص، في الإعلام الوطني، في منصات التواصل الاجتماعي، في كافة المنابر الإعلامية، الدعوة إليه، الذهاب في الاستمرار حتى نصل، لأن معركتنا مع الاستبداد، معركتنا مع التشتت، وأيضا معركتنا مع الانقلاب هي معركة من أجل كل المواطنين، ولذلك يجب أن نحمل للمواطنين وحتى للمتمردين الأمل بأن غدا سيكون أفضل واليمن سيكون أفضل مع السلام. وبإذن الله نلتقيكم في حلقة قادمة من صناعة السلام، في أمان الله.